السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. هل تبدو ملامح صفقة القرن أكثر وضوحا بعد اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وضم الجولان المحتل؟ كيف يواجه الشعب الفلسطيني تلك الصفقة؟ وما أبرز المواقف العربية منها؟ هل تواجه الأطراف العربية الصفقة أم تستجيب للضغوط؟ وفي زهرة المدائن، القدس تحت الاحتلال الصليبي ثم التحرير الإسلامي، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد عام 39 و900 و1000. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تتردد عبارة صفقة القرن في الإعلام وفي تصريحات مسؤولين أمريكيين وعرب كثيرين، لكن أحدا لم يحدد بنودها، حتى الذين اطلعوا عليها ورفضوها مثل محمود عباس أو مثل كوشنر الذي يقال أنه ابتدعها، أو جرين بلات المكلف بالتفاوض فيها والإشراف على تنفيذها. لكن عدم نشر تفاصيل الصفقة أو تأجيل الإعلان عنها لما بعد شهر رمضان المبارك لا يعني أن الإدارة الأمريكية أو الكيان الصهيونية تنتظر إعلانها رسميا، فقد بدأتا التنفيذ منذ مدة ليست بقليلة. ويمكننا القول بكل ثقة أن قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعترافه بها عاصمة أبدية للكيان هو بند مهم من هذه الصفقة، فقد أخرج المدينة المقدسة من مفاوضات الحل النهائي، وبدأ الضغط على الدول العربية وغير العربية لاتباع خطواته، مهددا الجميع بقصاص لم يعرفوه سابقا وبإطاحة الرافضين خلال أسبوعين. وتلا نقل السفارة قرار آخر بوقف دعم وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أي عدم الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم في مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة. والآن الأسئلة المطروحة: ماذا بعد؟ ماذا تستطيع هذه الأطراف أن تفعل ضد صفقة القرن؟ يسعدنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من غزة مباشرة، الأستاذ سعيد بشارات المختص بالشأن الصهيوني. أرحب بك معنا أستاذ سعيد. أهلا وسهلا، مساء الخير. كما يسعدنا أن نرحب لاحقا بالضيفين الكريمين، الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، معي عبر الخط الهاتفي من الضفة الغربية. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا بكم، تحياتي لكم. حياكم الله. كما يسعدنا أن نرحب بالدكتور صبري ربيحات وزير التنمية السياسية الأردني السابق ووزير الثقافة كذلك، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان. مرحبا بك معنا دكتور. مساء الخير يا سيدي لك ولضيوف الأعزاء. مساء الخيرات. اسمحوا لنا جميعا أن نبدأ هذه الحلقة بمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. لم تخلو صفقة القرن من خطوات ضغط لضمان تحقيق آخر مرحلة فيها،
تلك الضغوط قد مورست على الشعب الفلسطيني وسلطته في آن واحد، وردود الفعل الرافضة لم تختلف بين الشعب والسلطة، ففي كل مناسبة وطنية أو شعبية وكل لقاء عربي كان أو دولي يعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس صراحة لا لصفقة القرن الأمريكية، موجها سهام البطلان لكل المقترحات التي تتسرب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بدءا من تحويل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ومرورا بمخطط خريطة تهجير للشعب الفلسطيني إلى الجزء الشرقي من سيناء. صفقة القرن تقريبا تم تنفيذ معظمها وكانت جلها في منطقة الضفة الغربية والقدس، وتبقى فقط الإعلان عنها، يعني كإعلان ليس إلا، لكنها على أرض الواقع تم تطبيقها. كما بادرت كل من مصر والأردن إلى تصدير مواقفها الرافضة لصفقة ترامب المبنية على توطين اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الأردن وتهجير ما تبقى من سكان الضفة وقطاع غزة إلى شرق سيناء، مؤكدين على حق الشعب الفلسطيني في أرضه دون انتقاص وتمسك كل من الأردن ومصر بكامل أراضيها، ودعوة الجهات الدولية إلى السعي لضمان هذا الحق وضمان تحقيقه كحل للقضية الفلسطينية. هذه الرؤية الأمريكية التي باتت تترجم عمليا على أرض الواقع هي في مضمونها وفي مخرجاتها كليا تصطدم مع القانون الدولي الذي يرى في أن الأراضي التي احتلت عام 67 هي أراضي محتلة وهي جزء يتجزأ من الدولة الفلسطينية المفترض أن تكون قائمة على هذه الأرض. لكن الملاحظ أن ترامب يمارس نظرية السير في حقل الألغام، حيث يعمل على تسريب أجزاء من الخطة ثم يبادر بنفيها جسا لنبض الشارع الفلسطيني واستمزاجا لردة الفعل العربية والدولية. لكن حالة التمسك الشعبي وثبات المقاومة على رفض الصفقة واستنطاق الشارعين العربي والغربي تجاه حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره وكذلك التمسك الكامل بأرض فلسطين سيبقى حائلا دون تحقيق أطماع الرئاسة الأمريكية. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين، ومرحبا كذلك بضيوف الكرام الأستاذ سعيد بشارات مباشرة من غزة، وضيفي الدكتور مصطفى البرغوثي من الضفة الغربية والدكتور صبري ربيحات من عمان. أبدأ معك أستاذ سعيد، ما حقيقة الموقف الصهيوني من هذه الصفقة والتي بدت بنودها على أرض الواقع خلال الشهور الماضية من خلال يعني اعتبار القدس مدينة صهيونية أو عاصمة للكيان الصهيوني ووقف المساعدات عن أونروا وغيرها من الإجراءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الجانب الإسرائيلي هو أكثر جانب مطلع على صفقة القرن، بالعكس هو من مهندسي هذه الصفقة بالتعاون مع ما يسمون رجال نتنياهو في البيت الأبيض كوشنر وغرينبلات وغيره ممن موجودين في لب هذا الموضوع. طبعا كما ذكر التقرير أو ذكرتم كوشنر هو العقل الذي هندس هذه الصفقة أو الخطة أو البرنامج الخاص بترامب، طبعا بالتشاور مع السفير الإسرائيلي التابع مباشرة لنتنياهو في تل أبيب. هم من صاغوا هذه الصفقة بما يرضي نتنياهو وحتى تطبيقها بإشراف نتنياهو وبالخطوات التي يرغب بها نتنياهو وبالتشاور مع زعماء في الإقليم المحيط بفلسطين المحتلة. كل خطوة من هذه الخطوات يشرف عليها نتنياهو مباشرة، وهو من يعني يأمر أو يوجه من رجال البيت الأبيض التابعين له لكي يعلنوا أو يسربوا أو يعني معظم التسريبات هي من تل أبيب وعبر الإعلام الإسرائيلي. كما ذكرتم يعني الصفقة تم تطبيقها فعليا كما ذكر غرينبلات قبل تقريبا سنة، قال أن الصفقة
ليس من المحبذ أن يتم الإعلان عنها، لكن على الأرض يعني طبق جزء كبير منها، لم يتبقى إلى القليل، خاصة بما يتعلق بالضفة الغربية، ضم الضفة الغربية، حل مشكلة الكتل السكانية الفلسطينية، ما يصدر حاليا خاصة بعد الانتخابات. كثر الحديث عن، خاصة في هذه الفترة كثر الحديث عن صفقة القرن، يعني لماذا في هذا التوقيت؟ طبعا التوقيت مختار، والضخ عبر الإعلام أيضا مختار من جهات معينة. ما ينتظر الضفة الغربية كما أعرب عنه نتنياهو قبل سنأتي إلى هذه النقطة، قبل الانتخابات بثلاثة أيام وما تبع ذلك. نعم أستاذ سعيد، سنأتي إلى هذه النقطة بالتفصيل، ماذا ينتظر الضفة، ما الخطوات المقبلة على صعيد هذه الخطة أو الصفقة. دكتور مصطفى، فلسطينيا لا أفهم كما لا يفهم كثير من الفلسطينيين إبقاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس على ما هو عليه، رغم هذه الهجمة الأمريكية الصهيونية الشرسة والتي تطال المدينة المقدسة وتطال مستقبل القضية الفلسطينية. الوضع يستوجب الوحدة الوطنية الفورية، ومع ذلك هذا أبعد ما نكون عنه في هذه الآونة. أي حكمة سياسية هذه التي تتمتع بها الأطراف الفلسطينية دكتور؟ لا يوجد حكمة، بالعكس استمرار الانقسام وما تعنيه ببساطة من تغطية للحقوق الفلسطينية بكاملها، استمرار هذا الانقسام في ظل ظرف كهذا ليس سوى جريمة حقيقية ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بأسره. وبالتالي إذا أردنا أن نفشل صفقة القرن، فخطوة الأولى في هذا الاتجاه يجب أن تكون إنهاء الانقسام، تشكيل حكومة وحدة وطنية، إعادة بناء قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني في إطار طبعا منظمة التحرير، وتفعيل المنظمة كإطار لحركة التحرر الوطني وليس كجزء بسيط من السلطة. الوضع خطير جدا، صفقة القرن مركبة تماما بإملاءات من نتنياهو وفريقه، وهذا الفريق الأمريكي ليس صهيوني بالكامل، والحديث يدور عن تصفية كاملة، وهو ليس مشروع حل بالمناسبة كما قد يظن البعض أو مشروع مفاوضات، هو محاولة لإعادة صياغة الموقف الأمريكي بشكل جذري كي يصبح مشاركا في خرق القانون الدولي، وهو غطاء لنتنياهو ليستمر في عملية الضم والتهويد للضفة بكاملها، ولإبقاء غزة كسجن كبير جدا محاصر من قبل إسرائيل، وثالثا لفرض الأطراف العربية على حساب القضية الفلسطينية. ما يجري هو تكريس منظومة أبارتايد وتمييز عنصري لن يمكن إسقاطها إلا بالمقاومة وليس بالكلام. ما هو أشكال المقاومة إذن؟ نعم تفضل. ما هي أشكال المقاومة التي تتفضل بها تتحدث عنها؟ كان المقاومة حق للشعب الفلسطيني، ولكن الشكل الأمثل الذي أثبت قوته والذي يستطيع أن يضع إسرائيل في الزاوية هو المقاومة الشعبية الواسعة، كما نراها في مسيرات العودة وكسر الحصار، كما نراها ورأيناها في انتفاضة القدس التي أخضعت نتنياهو وأجبرته على التراجع، وبالتضافر الكامل مع حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. هذان جناحان للنضال الوطني يجب أن يتكاملا، ولا يمكن أن يتكاملا إلا بوجود جسم موحد يجمعهم. نعم أشكرك دكتور وأرجو أن تبقى معي. دكتور صبري ربيحات الوزير الأردني السابق، أرحب بك مرة جديدة وأتساءل معك عن الموقف الأردني الذي يبدو متوافقا مع الموقف المصري حول رفض الصفقة بمجملها وعدم التعاطي معها، هل من تفاصيل حول طبيعة وحقيقة وجوهر هذا الموقف؟ يعني ما في شك أنه يعني التسريبات الواردة حول الصفقة تشكل تهديدات للأردن على مستوى الدولة وعلى مستوى النظام وعلى مستوى الهوية، وبالتالي الأردن معني كثيرا في رفض هذه الصفقة، لكن الخيارات الأردنية للوقوف في وجهها خيارات محدودة،
فالنظام العربي اللي كان موجود على الأقل ولو من الناحية الإسمية ليس متماسكا كما عهدناه. ثانيا أنه الأردن يعتمد اعتماد كبير اقتصاديا وحتى سياسيا على الدعم الأمريكي، وبالتالي عليه أن يعني يتخذ موقف يوازن فيه ما بين يعني التهديدات التي تواجه نظامه وتواجه هويته وتواجه الدولة وبنيتها، وأيضا يعني يمكن بأي لحظة الانقلاب على الأردن من قبل القوى الإقليمية وحتى الولايات المتحدة. فهو في موقف ليس سهل، والبديل الأهم هو استنهاض القوى العالمية الرافضة للتعدي على الشرعية الدولية، وهذا يتطلب أكثر من جهد أردني. لكن الحقيقة يعني المواقف العربية تتفاوت في شدتها وفي التزامها وفي يعني الوقوف وراء التصريحات الإسمية، ويخشى الناس أن تكون هناك مواقف في العلن ومواقف في السر، وهذا أمر مخيف ومريب للشارع العربي. لكن حتى هذه اللحظة الرسالة التي يرسلها الأردن بقوة لكل الأطراف المعنية بالصفقة أن الأردن رافضا لهذه الصفقة، وهذا يتماهى مع الموقف الفلسطيني. ربما يعني بعض جوانب التسريبات الخاصة بمصر أنه هل يكون هناك، بالتأكيد يعني في رفض علني مصري، بس ما بنعرف إحنا الصورة الكاملة لبنود الصفقة. المعروف إحنا في العلاقة العربية الإسرائيلية في الصراع العربي الإسرائيلي أن إسرائيل نهجت نهج خفض التوقعات العربية وخلق أدبيات نغوص فيها إحنا وتخلق قناعات جديدة في كل مرة حتى يسهل لهم عملية القضم والهضم للأراضي العربية، وهذا دخلونا في هذا الكوع منذ عام 48 أو حتى قبل ذلك منذ التقسيم، وظلوا ماشيين بهذه الطريقة وإحنا عم نمشي وراهم بدون ما يكون عندنا استراتيجية بديلة. يعني إحنا نشتغل على ردات الفعل ولا يوجد نهج مبادرة عربي أو نهج، نعم، عليه إجماع ونستطيع أن نسير فيه بخطى ثابتة ونعمل فيه تحشيد وتعبئة معنوية في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم المحب للسلام. وهذا مع كل أسف هو المسؤول عن الهزيمة العربية وعن تردي مواقفنا وعن تدهور الروح المعنوية العربية اللي بتطلع الآن على هيئة تصريحات لبعض إخواننا في بعض الدول العربية المجاورة على أن إسرائيل لها الحق وأنه مدري إيش وإلى آخره، وإعادة حتى تفسير القرآن كالذي يقوم به البعض. نعم، أشكرك دكتور وأرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك من جديد. أستاذ سعيد، قبل أن أنتقل إلى ضيوفي، كنت تتحدث عن ما يمكن أن نسميه خطوات قادمة تنفذها دولة الاحتلال من هذه الصفقة، وهي ضم المستوطنات الموجودة الآن إلى الكيان، وبالتالي نحن قد نكون أمام خطوة قادمة تحدث عنها أكثر من طرف، وتحدث عنها السيد محمود عباس بكلمته الأخيرة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب قبل أيام. صحيح، كما ذكرنا سابقا يعني صفقة القرن تقريبا طبقت يعني بكامل تفاصيلها الدقيقة. يعني عندك القدس اعترف بها كعاصمة لدولة الاحتلال، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الضفة الغربية كواقع استيطاني تم التوسع الاستيطاني، ونتنياهو قبل الانتخابات بيوم تقريبا أظهر وكان وأخرج من خلفه
لوحة كبيرة قال واصفا واقع الضفة الغربية أنه تم البناء في الضفة الغربية وتم تنمية عدد السكان المستوطنين في الضفة الغربية في عهد ترامب كما لم يمر في أي عهد إدارة أمريكية سابقة. هذا يعني مقدمة لما تحدث عنه نتنياهو أنه ذاهب إلى ضم الضفة الغربية إرضاء للمستوطنين. الإجراءات على الأرض طبعا نشهدها في هذه الأيام، هناك محاولات من اليمين، اتحاد أحزاب اليمين باتسلال سموتريتش ورافي بيرتس للسيطرة على وزارة القضاء ووزارة التعليم، وهناك محاولات للسيطرة أيضا على وزارة الدفاع. هذه الوزارات الثلاث هي أهم وزارات ستعمل على القيام بإجراءات ضم الضفة الغربية. لذلك نشهد اليوم جدل كبير في داخل الاحتلال حول من سيستلم هذه الوزارات الحساسة التي قطعت إيالت شاكد وزيرة القضاء السابقة مشوار طويل في موضوع سن قوانين تتعلق بالضفة الغربية، خاصة قانون التنظيم أو تبييض المستوطنات، وكذلك قوانين تتعلق ب يعني التعليم مثل جعل إدارة جامعة أرائيل تصبح تابعة لهيئة التعليم العالي داخل دولة الاحتلال. بالتالي رسميا هناك إجراءات على الأرض، كذلك هناك نقلت القضايا التي يرفعها الفلسطينيين من المحكمة العليا إلى محكمة محلية في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية. هذه إجراءات رسمية، إجراءات قانونية. ما تبقى هو الإعلان عن ضم الضفة الغربية على أرض الواقع. الكتل الاستيطانية كما يعني اتفق في مركز الليكود عندما أعلن عن الخطوات العملية لضم الضفة الغربية، صوت كما نتذكر مركز الليكود بأن الليكود يجب أن يسعى إلى البدء في الإجراءات اللازمة لضم الضفة الغربية، وهي إجراءات بدأت، بقي الإعلان عن هذا الضم. الآن نتنياهو يهيئ الجو لضم الضفة الغربية. ما يطرح بالنسبة لما ذكره الزملاء بما يتعلق كيف نتخلص من هذه الكتلة السكانية الفلسطينية، مثلا إيالت شاكد طرحت عدة حلول تدور حول نقل الكتلة السكانية لإشراف أردني أو سعودي أو حتى لغزة، يعني نعم. جعل قطاع غزة، طبعا أنقل لك تصريحات إيالت شاكد نصا حرفا، قالت إيالت شاكد في أحد المؤتمرات قبل الانتخابات أن الحل للكتلة السكانية الموجودة في الضفة الغربية هي عبارة عن دمجها، كما قالت دمجها في بغزة أو دمجها في الأردن، وهذا الطرح قدمه باتسلال سموتريتش المرشح لأن يكون وزيرا للقضاء، وهذا ما يخشى، وهذا ما يخشى منه الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية. نعم، هذا السؤال سأطرحه على سعادة الوزير في الأردن، أنه تحاول الولايات المتحدة أن تقنع الأردن بالإشراف بنوع من الحكم الإداري أو السياسي للضفة الغربية، وبذلك تقضي على حق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية. لكن دعني أنتقل للدكتور مصطفى معي. دكتور مصطفى، الآن أما وقد تحدثنا عن الواقع الفلسطيني وأنه ما من حكمة سياسية تقتضي أن تبقى الأطراف الفلسطينية منقسمة في ظل فترة حساسة وخطيرة تمر بها القضية، عمليا على الأرض هذا الانقسام موجود في غزة وفي الضفة، والقوى يعني أصبحنا نراها أيضا في فرق متناحرة. هل تستطيع هذه الأطراف بشكل أو بآخر أن تساهم في إفشال هذه الصفقة، أو أن توجد ما يسمى بالجبهة الوطنية من أجل التصدي لهذه الصفقة؟ هناك ثلاث حقائق يجب إدراكها في التعاطي مع ما يسمى بصفقة القرن. الحقيقة الأولى أننا لن نستطيع أن نفشلها بدون أن نكون موحدين، لأن جوهر الصفقة هو فصل غزة عن الضفة ليسهل ابتلاع الضفة من خلال الضم والتهويد. لذلك إنهاء الانقسام وإيجاد حكومة وحدة وطنية وقيادة وطنية موحدة هو الأساس في إفشال الصفقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، كل ما نراه من غطرسة إسرائيلية واستيطان مستفحل ووقاحة من قبل فريق ترامب لم يكن ليحدث لولا الاختلال الفادح في ميزان القوى ما بين الفلسطينيين وإسرائيل.
هذا الاختلال في ميزان القوى يجب أن يغير، يعدل، ولن يغير إلا باستراتيجية وطنية بديلة لما فشل. نهج المفاوضات فشل، اتفاق أوسلو فشل، المراهنة على الدور الأمريكي فشل فشلا ذريعا. لم يبقى إلا تبني استراتيجية بديلة ترتكز على تغيير ميزان القوى بالمقاومة الشعبية وبالكفاح وبحركة المقاطعة وإلى آخره. لكن في نقطة ثالثة مهمة، نتيجة ما تقوم به إسرائيل من أصبح واضحا وخاصة بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية أن فكرة حل الدولتين قد ماتت، قاموا بدفنها. بالتالي المطلوب ليس فقط استراتيجية فلسطينية جديدة، بل توحد فلسطيني على هدف استراتيجي مشترك جديد. ربما يعني يجب أن تعرف إسرائيل، برأيي المتواضع يجب أن تعرف إسرائيل أنه إذا قضت على فكرة دولة فلسطينية مستقلة وهي تفعل ذلك الآن، لن يكون الجواب الفلسطيني قبولا بالرضوخ لترتيبات نظام أبرتايد وتمييز عنصري، ولن يقبل الفلسطينيون أن يكونوا عبيدا للاحتلال والأبرتايد. ولكن إن قضوا على فكرة الدولة يجب أن نطالب بإسقاط نظام الأبرتايد في كل فلسطين التاريخ. إذا كانوا هم يزيلوا الحدود فلن يبقى عليهم نحترم أي حدود بعد الآن. الآن في حاجة لرؤية فلسطينية جديدة ومشتركة وموحدة حتى نواجه هذا المشروع الخطير. تمام دكتور، يعني معلش لكن من كلامك، السيد محمود عباس في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية قال بشكل واضح أن إسرائيل أنهت كل الاتفاقيات الموقعة معها، عمليا قضت عليها وكما تفضلت في حديثك الآن. ألا يقتضي ذلك على السلطة الفلسطينية التفكير جديا هذه المرة، وطالما أن الإدارة الأمريكية قد يعني ألقت بالسلطة الفلسطينية أو أدارت ظهرها للسلطة الفلسطينية، أليس حريا أن تفكر جديا بخطوات ما تجاه هذا الموضوع؟ الأمر لا يحتاج لتفكير، الموضوع نوقش واتخذت فيه قرارات ولم تنفذ للأسف وتأخرت. يعني لو نفذت القرارات التي اتخذها المجلس المركزي قبل أكثر من عام لما كنا في هذا الوضع اليوم. ولكن الآن لم يعد هناك مناص، يجب إلغاء الاتفاقات من الجانب الفلسطيني أيضا، يجب إلغاء التنسيق الأمني، يجب أن تفهم إسرائيل أنه لا يمكن أن تكون السلطة وكيل أمني لها في نظام أبرتايد وتمييز عنصري، وهذا يتطلب تنفيذ قرارات المجلس المركزي بما في ذلك إلغاء الاتفاقات التي ألغتها إسرائيل، سحب الاعتراف بإسرائيل، إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل بالكامل إذا أردنا أن نكون جديين. أما إذا بقي الأمر مجرد قرارات تتخذ وتشكيل لجان لتنفيذ القرارات ثم العودة إلى المجالس لاتخاذ القرارات من جديد، فهذا ستفهم إسرائيل أنه ضعف فلسطيني وعدم قدرة على تنفيذ القرارات التي يتخذها. نعم، أرجو أن تبقى معنا دكتور سعود. إليك دكتور صبري، كما تحدثت مع ضيفي من غزة أن هناك خشية ما، وطالما أن الموقف الأردني أو الأردن في موقف لا تحسد عليه، أن تقنعها الولايات المتحدة بنوع من الحكم الإداري أو السياسي للضفة الغربية في ظل واقع عربي متردي جدا، وفي ظل حصار خانق للأنظمة التي ترفض هذه الصفقة وترفض التعاطي معها، هل تتوقعون ذلك؟ لا أظن، أظن أن قوة الأردن الوحيدة هي في التمسك في الشرعية الدولية والعودة دائما للأردن. حصل على حسن سلوك دولي لالتزامه بكل المواثيق و الاتفاقيات الدولية، وأيضا للدور الإنساني الذي يلعبه، وأيضا لأنه إلى حد كبير يلعب سياسة نظيفة، وهذا يعني جلب للأردن تعاطف دولي وسمعة حسنة في العالم. التحدي الكبير هو كيف يمكن للأردن أن يفعل هذه النوايا الحسنة الأوروبية في آسيا، في كثير من دول العالم، للوقوف في وجه هذه العاصفة، وربما يعني يقتضي المناورة، لكن ليس المناورة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ولا الحقوق التاريخية التي لا يملك أحد أيا كان أن يتنازل عن أي جزء منها.
الأردن مصلحته الكبرى في حل الدولتين، لأن في ذلك يعني أولا هذه الأمانة اللي تحملها الأردن، وفلسطين الجزء 67 احتل من الأردن، ولولا الترتيبات التي تمت على الطريق في الرباط وقبلها في الخرطوم لكان ربما حصل شيء آخر. بقيت الأردن تطالب بهذه الأراضي وكانت هي المعنية، أما وقد إخواننا الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطيني تولت هذا الأمر بدعم من الإرادة العربية، فعلى الأردن أن يقف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين حتى آخر لحظة لنيل كامل حقوقهم على أرضهم، ولا تنازل عن هذا الحق، ولا تملك أي قيادة في الأردن أن إلا أن تقوم بهذا الدور، لأنه لا التركيبة السكانية تسمح ولا القدسية القضية تسمح ولا أي من التاريخ الذي هو يعني أساس استمرارنا وشرعية النظام تسمح. فالأردن أنا لا أشك للحظة أنه يعني سيتنازل عن الموقف المبدئي الذي يقف اليوم ويقف علنا ويقف بوضوح، ولكن على الأردن أن ربما أن يحدث استدارة باتجاه آخر غير الاستدارة العربية التقليدية، عليه أن يذهب باتجاه تركيا، باتجاه إيران، باتجاه الصين، باتجاه روسيا، باتجاه قوى أخرى، وأن لا يبقى في هذا المعسكر التقليدي الذي فيه الخصم والحكم. نعم، أرجو أن تبقى معنا دكتور. أستاذ سعيد بن غزة، أحيانا يسرب الإعلام الصهيوني بعضا من الفيديوهات أو المعلومات الخاصة بالصفقة، كما جرى مؤخرا من تسريبه لخارطة، وهذا ربما نأتي عليه بشكل يعني أكثر تفصيلا، خارطة لدولة هي مكونة من غزة وجزء من سيناء. كيف تقرأ مثل هذه التسريبات؟ بما يتعلق بما سرب أو بما يتعلق بخارطة سيناء، هي لم يسربها الإعلام الإسرائيلي ولم ترد في أي قناة إسرائيلية ولا أي وسيلة إعلام إسرائيلية ولا أي موقع ولا أي صحيفة ولا أي حتى شبكة اجتماعية، ولم ترد أيضا في أي وكالة أجنبية أو قناة أمريكية أو أوروبية. هذه الخارطة التي تم توزيعها لا أعرف من قام بتوزيعها، يعني لا أعرف إن تابعتم التقرير باللغة الإنجليزية المتعلق بها، فلهجته قريبة من اللهجة العربية، اللكنة العربية في قراءة اللغة الإنجليزية فيما يتعلق بها. هذه الخارطة أنا أستبعد أن تكون حقيقية، يعني أذهب لما ذهب إليه غرين بلات عندما نفى مثل هذه التقارير، لأن الاحتلال لا يمكن أن يمنح غزة الصغيرة لمغلبيته، يعني بالعامية لمغلبيته بهذا الحجم، أن يعطيها عمق استراتيجي في سيناء. قد يسمح لسكان مثلا من قطاع غزة بالعمل بمصانع إذا ما تم إنشاؤها في سيناء، في مناطق معينة في سيناء، لكن أن يقيم أو يوسع حجم قطاع غزة إلى سيناء أستبعده بالكامل. هناك جهة معينة تؤمن بهذه الفكرة، يعني كتبت في هذا الموضوع وتروج لهذا الموضوع على أنه حقيقة، لكن كأنا يعني كمتابع للإعلام الإسرائيلي والإعلام الأجنبي لم يمر علي ولا مرة أن الاحتلال أو أمريكا تخطط لإقامة دولة في سيناء، فهذه فكرة أعتقد أنها عربية وأستبعد تطبيقها، لأنه الاحتلال بالنظرة الأمنية لا يمكن أن يعطي غزة عمق استراتيجي في سيناء ويخلق مشكلة جديدة قد تواجهه ولا يستطيع أن يحلها. القصة تتركز كما قلت لك بحلول أخرى طرحها يعني مختصون أمنيون في دولة الاحتلال بما يتعلق بقطاع غزة. من الأفكار التي طرحت أفكار طرحها يعقوب عمدرور وهو رئيس مجلس الأمن القومي السابق، تتعلق مثلا ب
منح الفرصة لشباب قطاع غزة بالهجرة، خوض مواجهة مع قطاع غزة من أجل خلق واقع جديد في قطاع غزة، يعني هناك حلول. أما أن يتم توسيع القطاع لا أعتقد. بما يتعلق في الضفة الغربية الحلول كذلك كثيرة ولم يستقر، يعني الأردن، يعني أنا أشعر بشعور الأردن، يعني القصة كبيرة جدا، الضغط كبير جدا، يعني الآن ترامب المجنون، يعني الذي آمن بما طرحه ومؤمن بجنون بقصة خطة القرن أو صفقة القرن، ومقتنع بأن يجب أن يقبلوها، يعني هو لا يوجد عنده خيار أن ترفض، يعني حتى عندما قال للفلسطينيين أنها فرصة هو يعني ما يقول، يعني فرصة يا بتقبلوها، يعني يا بتستسلموا يا بتنتحروا، يعني فيش خيارات أخرى، يعني غصبت عنكم لازم. فهذا الخيار طرح على الأردن، طرح على السعودية، طرح على الفلسطينيين، فالكل الآن يواجه مصير كبير جدا لا أعرف أو لا أستطيع أن أصفه بما يتعلق، يعني الله يعينه الأردن والله يعين السعودية على ما تواجهه من ضغوط، لكن لا يبرر هذا، لا يبرر أو لا أبرر أن تقوم بالتنازل، يعني مجرد القول لا ممتاز بالنسبة للسلطة الفلسطينية إن كانت جادة فيما تقوله أنها تقول لا للصفقة، وممتاز موقف الأردن إذا كانت موقفه أنه لا للصفقة، والسعودية أنه لا ويجب أن تحل القضية بطريقة أخرى. حتى ترامب يعني على الهامش غير يعني طبيعة الوساطة، يعني الوساطة دائما تطرح مثلا فكرة أو تطرح مشروع مثلا من وسيط بين أطراف متنازعين للمناقشة عليها، لا، هذه خطة القرن طرحت كحل يعني مباشرة وبدأ بتطبيقه حتى قبل أن يناقش مع أحد، يعني الفلسطينيين ولا مرة نوكشوا بمسألة صفقة القرن أو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال أو ضم أو ما إلى ذلك، فهي فرضت لأول مرة، تختلف عن الوساطات السابقة في أوسلو أو أنابوليس وكل الاتفاقات السابقة، وهو في نفس الوقت الخصم والحكم. هذه قصة بما يتعلق بسيناء أستبعدها جدا، يعني وصلت الفكرة أستاذ سعيد والحكم وهو المنفذ وكل شيء بالتأكيد. أستاذ سعيد بشارات مختص بالشأن الصهيوني كنت معنا عبر الأقمار من غزة، وأنتقل بسؤال أخير للدكتور مصطفى. دكتور، يعني نحن الآن أمام واقع صعب في الحقيقة، ويبدو أن شهية نتنياهو قد انفتحت أكثر على مزيد من التهام الأرض الفلسطينية ومن التغول على الحق الفلسطيني، خاصة أنه قبل الانتخابات تحصل على اعتراف أمريكي بضم الجولان إلى دولة الاحتلال، والآن بالتأكيد هناك تحضيرات أكثر رأيناها يعني في الفيديو الأخير له من الجولان، أن هناك ربما معلومات أو ربما مستقبل ما ينتظر الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين بصفة عامة. ما توقعاتكم في ظل فوز نتنياهو مرة أخرى وتشكيله للحكومة الجديدة؟ أننا نسير في اتجاه مجابهة، ونتنياهو يجب أن يردع ولن يردع إلا بالقوة، ومرة أخرى تثبت صحة المقولة التي تقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. يجب بناء القوة في مواجهته، ولا يوجد طريق آخر. أيضا أطراف خارجية لن تأتي لتحل لنا المشكلة، ما حك جلدك مثل ظفرك. لذلك أنا أقول الحركة والساحة الفلسطينية تقف الآن أمام منعطف خطير جدا، ومنعطف يتطلب حزما وحسما وتوجه مختلف تماما. أما بالنسبة للمحيط العربي، نحن نعرف أن صفقة القرن لن تنجح إن امتنع العرب عن التطبيع مع إسرائيل، وهذا ما هو مطلوب. بل أكثر من ذلك، أنا أريد أن ليس فقط أن يمتنعوا عن التطبيع مع إسرائيل، أن يكون هناك مقاطعة. وما تذكره جميع الأطراف العربية المثل القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يعني إذا استطاع نتنياهو أن يلتهم الضفة الغربية كما يخطط ويواصل عزل غزة كما يفعل، عندها ستبدأ مخططاته بالانتشار نحو الأردن، سواء بأفكار مجنونة مثل تهجير الفلسطينيين مثل أطماع في أراضي الأردن نفسها، بالتالي وسوريا وأطراف، يعني مجرد اعتراف الولايات المتحدة بضم الجولان هذا مؤشر خطير جدا
لأنه يخرق القاعدة الأساسية التي سادت في القانون الدولي طوال قرن كامل، وهي عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. إذا نحن نتحدث عن وضع استراتيجي خطير، وعن أمر في غاية الخطورة يتطلب ليس إجراءات تكتيكية وإنما توجه استراتيجي عام. شكرا دكتور. شكرا جزيلا لك دكتور. وصلت الفكرة. دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور صبري، في دقيقة ونصف لو تكرمت، الموقف الأردني وتوافق مع الموقف المصري في رفض الصفقة ومع بعض المواقف العربية الخجولة، هل نستطيع أن نقول أن ذلك يدعم موقف الأردن ويدعم أيضا الموقف العربي الرافض إلى حد ما؟ بالتأكيد، يعني لا أعرف مدى التزام الدول العربية لكن ليس هناك في المعلومات المنشورة عن الصفقة أو المعروفة عن الصفقة ما يمكن يعني اعتباره مكتب لأي دولة، حتى الدول غير المحتلة أراضيها. فترامب وكوشنر بيفكروا بحلول اقتصادية قبل أن تكون سياسية، وبيبشروا في أنه يمكن أن يكون هناك ازدهار اقتصادي للمناطق التي والدول التي يمكن أن تنضم إلى الموافقة على هذه الأطروحة. بعتقد أنه لا التاريخ العربي ولا العقلية العربية ولا الوجدان العربي ولا السياسة ولا حتى الاقتصاد العربي يمكن أن يثق بأي علاقة مع إسرائيل وهي تحمل هذه الأيديولوجيا وهذا الفكر وهذا الروح. في حلقة من الاعتماد المتبادل بين ترامب ونتنياهو، اثنين بدهم يدعموا بعض، هو يعينه أيضا على الانتخابات القادمة ويريد دعم من اللوبي الصهيوني في أمريكا، فهو قدم هذه التنازلات السريعة اللي لا تمثل بالضرورة رأي المؤسسة السياسية في الولايات المتحدة. هناك مواقف مختلفة ومعارضة لهذا، وربما لو لم ينجح ترامب في المرة القادمة سينقلب الديمقراطيون على الطروحات اللي قدمها. مشكور ترامب ورفاقه. شكرا جزيلا دكتور صبري ربيحات وزير التنمية السياسية الأردني السابق. فاصل ونواصل بعده ما تبقى في حلقتنا، فابقوا معنا. في زهرة المدائن نتابع كيف كانت أو كيف عاشت القدس المحتلة الآن تحت الحكم الصليبي، الاحتلال الصليبي من قبل ثم حررها صلاح الدين الأيوبي، فلنتابع. أخذوا هذه المدينة عام 1099 ميلادي من الفاطميين. أولى الأشياء التي حدثت في هذه الفترة هي المجزرة الرهيبة التي ندى لها جبين التاريخ البشري في الفترة، في أوائل الفترة الصليبية وأوائل الاحتلال الصليبي، حيث هناك الروايات تتراوح ما بين 20,000 قتيل إلى 70,000 على يد الجنود الصليبيين. بالإضافة إلى ذلك أن هناك اتجاه آخر إلى مسح ديمغرافي ومسح معماري للمكان، حيث هدمت أسوار القدس التي كانت في الفترة الفاطمية والفترة السلجوقية، هدمت القلعة الموجودة أو الأبراج الموجودة، وأضيف بدل الأسوار السابقة السور الصليبي، بالإضافة إلى الخندق الصليبي المحيط بالقلعة التي جددت صليبيا في الفترة التي تم بها احتلال مدينة القدس من قبل الصليبيين، بالإضافة إلى كثير من الكنائس على رأسها كنيسة القيامة وبعض الأديرة المحيطة بكنيسة القيامة ككنيسة القديس يعقوب، فآثارها وبعض قواعدها صليبية، بالإضافة إلى كنيسة أبونا إبراهيم. هذا التواجد أو هذا الكم المعماري الضخم الموجود داخل المدينة المقدسة وخارجها، وخاصة في جبل الزيتون الذي يعتبر من أهم الجبال مسيحياً
من ناحية وجود الكثير من المعتقدات المسيحية المتعلقة بهذا الجبل، أدى إلى وجود كم هائل من المعمار الصليبي. عندما خرج الصليبيون بعد 88 عاما من الاحتلال الصليبي، أي عام 1187 ميلادية الموافق 583 هجرية، عندما سيطر صلاح الدين الأيوبي بعد انتصاره في معركة حطين على مدينة القدس، فأجرى أيضا تغييرا ديموغرافيا تبعه تغييرا معماريا. تشكل الحالة الديموغرافية التي أوجدها صلاح الدين الأيوبي هي نوع من تغيير معالم بعض الأماكن المسيحية في الفترة الصليبية، وتحويل بعض الأماكن الصليبية إلى أماكن تخدم المفهوم الإسلامي داخل المدينة. على سبيل المثال، قصر البطريرك اللاتيني الذي يقع إلى الشمال من كنيسة القيامة مباشرة ويلتصق بكنيسة القيامة من جهة الحائط الشمالي، حول إلى ما يسمى الخنقاء الصلاحية وخلوة صلاح الدين الأيوبي. أيضا كنيسة القديسة حنة التي تحولت إلى مدرسة تدرس الفقه الشافعي والمذهب الشافعي، وتسميت بالمدرسة الصلاحية على يد صلاح الدين الأيوبي إلى عام 1918، عندما أعادها الانتداب البريطاني إلى الحظيرة الفرنسية وسيطر عليها الأباء البيض أو الممثلية الدينية الفرنسية المسمى بإرسالية الأباء البيض. مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد عام 39 و900 و1000 واتخذ مجموعة من القرارات، ومثل كل المؤتمرات والصفقات مرت وبقيت فلسطين وبقي شعبها الذي سيحررها في المتابعة. أرادت تخديرهم وكبح جماح ثورتهم التي دخلت طوراً جديداً بعد استشهاد الشيخ عز الدين القسام، لكن ما فعلته لم تكن إلا حيلة لتمرير أكبر عملية سطو عرفها التاريخ، السطو على وطن. مؤتمر المائدة المستديرة عام 1939 من الميلاد. كانت الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت في 1936 من الميلاد قد دخلت عامها الرابع، وشعرت بريطانيا أن الأمور تكاد تفلت من سيطرتها، فقامت بريطانيا بتحركات سياسية لمحاولة احتواء الثورة. وفي شهر فبراير من عام 1939 من الميلاد، أعلنت بريطانيا إلغاء مشروع تقسيم فلسطين دولتين. كذلك دعت إلى عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بحضور وفود الدول العربية والقيادات الفلسطينية والقيادات اليهودية في محاولة لإخماد الثورة، لكن المؤتمر باء بالفشل فيما بعد. ما هذا الفشل الذي أصاب مؤتمر المائدة المستديرة الطريق أمام بريطانيا لتعلن وحدها الحل الذي ترى؟ فأصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في مايو عام 1939 من الميلاد، وشكل هذا الكتاب إلى حد ما نصراً سياسياً للفلسطينيين، فقد أقرت بريطانيا بشكل حاسم أنه ليس من أهدافها أن تصبح فلسطين دولة يهودية، وأعلنت بريطانيا سعيها إلى إنشاء دولة فلسطينية خلال 10 سنوات وتحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال 5 سنوات، بحيث لا يزيد عدد المهاجرين على 75,000 يهودي، وبعد ذلك لن يسمح لليهود بدخول فلسطين إلا بإذن العرب. حاولت الحكومة البريطانية أن تثبت أمام العرب أنها ستعمل على تطبيق سياساتها الواردة في الكتاب الأبيض،
فأصدرت في 28 من فبراير عام 1940 من الميلاد قانون انتقال الأراضي بأثر رجعي من تاريخ صدور الكتاب الأبيض في مايو من عام 1939 من الميلاد، وبموجبه قسمت فلسطين إلى 3 مناطق يمنع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود في قسم منها، ويحدد في قسم ثان بموافقة المندوب السامي ويطلق في القسم الثالث. لم تكن هذه الإجراءات إلا طعما استخدمته بريطانيا لتهدئة الوضع الفلسطيني المشتعل وإخماد الثورة الفلسطينية بالطريقة السياسية بعد أن فشلت في إخمادها بالقوة. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين الذي يأتيكم عبر قناة الرافدين. هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.